ازيكم؟ لو انت قررت ان انت عايز تعمل تشانل على اليوتيوب او عايز تبتدي فلوجينج، عايز ان انت تبقى بتصور المحتوى بتاعك، فالمشكله اللي انت هتقع فيها دايما ان انت عايز تعلي كواليتي الفيديو، عايز تقدم تجربه مشاهده احسن للمتابعين بتوعك، وهتقع بقى في الدوامه بتاعت ان انت تدور على كاميرا تكون مناسبه للنوع ده من التصوير. فهل لازم ان انا اشتري فئه كاميرات معينه، او لازم اشتري اغلى كاميرا مثلا عشان تديني كواليتي كويسه، ولا في شويه مواصفات كده لو بقت موجوده في كاميرا معينه هتخلي الكاميرا دي مثاليه لحاجه زي اليوتيوب او للفلوجرز؟ في الفيديو ده هنعمل ريفيو كامل لكانون M50 ونشوف بتقدم ايه من المواصفات المثاليه اللي احنا اتكلمنا عليها دي. وكالعادة هنبتدي بالديزاين والبيلد كواليتي. بالنسبة للـ M50 فهي البودي بتاعها مصنع من مادة اسمها بولي كاربونيت، ودي اللي هي عاملة زي البلاستيك كده، ولكن ما تحسش ان احساسها رخيص، وده طبعا المتوقع في الفئة السعرية بتاعتها او فئة الكاميرات دي. بنلاقي دايما البودي مصنع من مادة البولي كاربونيت دي، فش اي حاجة بتتهز، ما فيهاش اي حاجة تحس انها ممكن تتكسر بسهولة، تحس انها ماسكة نفسها كده. فبالنسبة للبيلد كواليتي ما عنديش فيها اي مشكلة. كمان الجريب في الكاميرا دي ممتازة، الماسكة بتاعت الكاميرا مريحة جدا، ما عنديش فيها اي مشكلة، حتى ان انا ايديا كمان حجمها كبير، بس برضو تحس انها مظبوطة كده بالظبط على وضع ايدك. الزراير برضو كليكي وملمسها كويس، ما تحسش ان في اي حاجة فيها بتتلخلخ مثلا او كواليتي بتاعتها قليلة، ولكن حجم الزراير صغير قوي، بس انا يمكن عشان ايديا كبيره وحجم الكاميرا كلها على بعضها صغير، فلازم لو انت ايدك كبيره تبقى انت واخد بالك شويه انت بتدوس على انهي زرار، لان انت ممكن تدوس على زرارين ثلاثه في نفس الوقت. الزراير كلها موجوده في سايد واحد بس، وده بيسهل عليك الاستخدام. لو انت ماسك الكاميرا بايد واحده تقدر ان انت تتحكم في كل حاجه في الكاميرا في كل الزراير بنفس الايد. ولو انت عندك كاميرا كانون قبل كده فهي نفس توزيعه الزراير بتاعه كاميرات كانون اللي احنا بنشوفها في العادي. ما عنديش مشكله غير في الزرار بتاع الريكوردنج بتاع الفيديو ده، هو نفس الارتفاع بتاع البادي، يعني هو مش مرتفع عن البادي، فلاشنج مع البادي كده، فعلشان تدور عليه وانت بتصور لو انت مش باصص على الكاميرا بتحس بصعوبه كده في الاول، ولكن بعد كده اتعودت في الاخر ان ادوس عليه، ولكن كنت اتمنى ان هو يبقى مرتفع شويه كده. الكاميرا ما فيهاش غير بكره واحده بس اللي هي موجوده حوالين الشاتر، ودي اللي انت بتتحكم فيها في الشاتر وفي الايزو وفي فتحه العدسه. وزن الكاميرا دي مع العدسه ال 1545 اللي بتيجي معاها، ودي الكيت لينز اللي بتيجي مع الكاميرا، وزنهم على بعض 480 جرام، وده مخليها خفيفه جدا لدرجه ان انا لو حطيتها في الشنطه بتاعه الكاميرا او في الشنطه بتاعه اللابتوب حتى وانا ماشي ممكن انسى ان اخدتها معايا ولا لا، لان ما بقاش حاسس بوزنها. بقيت حابب قوي فكره ان الوزن بتاعها خفيف للدرجه دي. بالنسبه للفتحات اللي موجوده في الكاميرا، فعلى الجنب اليمين في فتحه لل HDMI وفتحه مايكرو يو اس بي، ولكن للاسف المايكرو يو اس بي اللي هنا مش بيدعم الشحن. السايد الشمال من الكاميرا ما فيهوش اي حاجه غير الفتحه بتاعه المايك، ودي تقدر ان انت توصل فيها مايك خارجي، ولكن مكان المايك هنا مضايقني شويه. اعتقد ان كان في اماكن ثانيه في الكاميرا ممكن يحطوا فيها المايك وتبقى الطف من كده، لان انت لو بتصور نفسك وعامل الفليب سكرين دي لبره هتبقى بتخبط في المايك ده ومغطيه جزء من الشاشه كده، فدي حاجه ما عجبتنيش. وده الصوت اللي انت سامعه خارج من الكاميرا، مش مستخدم فيها مايك خارجي، وده الصوت اللي انت هتسمعه لو انت استخدمت مايك خارجي بيسجل دايركت على الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي في الكاميرا دي. الجزء اللي تحت في الكاميرا فيه المكان اللي بيركب فيه البطاريه والميموري كارد، ودي حاجه ما عجبتنيش ان هم حاطين ميموري كارد مع البطاريه، وان انت علشان تطلع الميموري كارد لازم تشيل البطاريه. وكمان المكان بتاع ان الباب موجود من تحت، لو انت حاطط الكاميرا بتاعتك على ترايبود وعايز تطلع البطاريه تشحنها او تبدل البطاريه علشان تكمل تصوير، لازم تفك الترايبود من الكاميرا عشان تعرف تفتح الباب ده. نيجي بقى للسكرين، ودي من الهايلايتس اللي موجوده في الكاميرا دي. كاميرا فيها فليب سكرين حجمها 3 انش وتاتش سكرين في نفس الوقت، الوضوح بتاعها هايل جدا، حتى استخدامها في الشمس او في الظل كان عاجبني جدا، الالوان بتاعتها مظبوطه جدا وريسبونسيف، وتقدر كمان ان انت تستخدم السكرين دي في ان انت تحرك النقطه بتاعت الفوكس، يعني انت بتدوس على السكرين وبعد كده بتشد نقطه الفوكس حتى وانت بتصور من الفيو فايندر. وطبعا بما ان الكاميرا دي ميررلس فكل اللي بيتعرض على السكرين بيتعرض عندك على الالكترونيك فيو فايندر اللي موجود فوقيها بكل البيانات بكل حاجه، حتى تقدر ان الصوره اللي انت صورتها تعرضها على الفيو فايندر من غير ما تشيل الكاميرا من على عينك. السنسور هنا في الكاميرا دي هو سنسور كروب فريم بدقه 24 ميجا بكسل، ولكن المختلف في الكاميرا ان هو جاي مع ديجيك 8 بروسيسور، وده البروسيسور اللي هيخلي كواليتي الصور اللي بتطلع من السنسور احسن، لان هو بيعالج الصور بشكل احسن من البروسيسورز اللي موجوده قبل كده. كمان السنسور هنا فيه ميزه لذيذه جدا اسمها جايروسكوب، ودي زي سنسور بيحس بالحركه او الهزه بتاعت ايدك ويبعت للعدسه اللي فيها اي اس فيها مثبت للصوره ويفهمها الحركه دي عامله ازاي، فبالتالي يدي تثبيت احسن للسيستم بتاع الاي اس الموجود في العدسه. نظام الفوكس في الام 50 من نقاط القوه اللي تحسب للكاميرا دي، لان هو بيجي ب 99 نقطه فوكس بتغطي 80% من السنسور بتاعك، وكمان ممكن مع عدسات معينه يوصل ل 143
80 نقطة فوكس بتغطي 88% من السنسور. وطبعا نظام الدول بيكسل العبقري من كانون ده اللي بتقدر ان انت تعمل بيه تتبع للوش. ولكن الجديد هنا في الكاميرا ان بقى فيها كمان اي ديتكشن، فيها تتبع للعين، وده بيسهل عليك جدا ان انت ما تقعدش تعمل فوكس على العين ولا حاجة، هو دايما وانت الجسم بيتحرك هيبقى عامل فوكس على العين الاقرب للكاميرا. ولكن هو مش شغال احسن حاجة لان انت لازم تكون قريب قوي من الكاميرا عشان يبتدي يميز عينيك، لو بعدت عن الكاميرا شوية صغيرين ما بيبقاش شغال، وكمان لو انت بتصور كونتينيوس شوتينج ما بيبقاش شغال، لازم يكون شغال في السنجل شوت. فهو ميزة كويسة ولكن مش هتبقى بتستخدمها معظم الوقت. كمان من الحاجات اللي عجبتني ان في حاجة اسمها فوكس بيكينج، وده بتستخدمه لو انت بتفوكس مانيوال، فبيظهر عندك على السكرين لون اصفر او ازرق او احمر علشان يحدد لك الاجسام، بيظهر لك على حواف الاجسام اللي انت بتصورها اذا كانت الحاجة دي انفوكس ولا لا، فبيسهل عليك جدا في عملية المانيوال فوكس. كمان في الكاميرا AF assist beam، وهي عبارة عن لمبة لونها احمر صغيرة كده على شمال العدسة، لما الاضاءة ما بتكونش كفاية فبتنور علشان تسهل على الكاميرا انها تاخد الفوكس بتاعها. بالنسبة للايزو في الكاميرا دي، فالايزو بتاعها الرينج بتاعه من اول 100 لحد 25600، ولكن الكلام ده لو انت بتصور صور ثابتة. اما في تصوير الفيديو فلو بتصور فول اتش دي اقصى حاجة تقدر توصل لها هي 12800، ولو بتصور 4K اقصى حاجة تقدر توصل لها 6400. انا صورت كذا صورة بالكاميرا دي في نفس الاضاءة، نفس الاجسام، كل حاجة، ولكن باختلاف السيتنجز بتاعت الايزو عشان اقدر اشوف الايزو بيرفورمانس بتاع الكاميرا دي عامل ازاي، وعملت نفس الكلام بالظبط في الفيديو. واللي لاحظته ان في الصور الثابته اقصى حاجه تقدر توصل لها تقريبا من غير ما تبقى النويز بتاعتك واضحه عند ايزو 1600، بعد كده بتبتدي النويز تظهر عندك في الصوره. اما بالنسبه للفيديو فلقيت ان الفيديو بتاعي كويس لحد ايزو 800، وبعد ايزو 800 بتبتدي تظهر نويز كده ممكن تبقى بتضايقك بعد كده من اول 1600 في الفيديو. ده مش معناه ان انت ما ينفعش تعلى في الايزو اكتر من كده، ولكن ده اللي انا لاحظته ان عند الليفل ده بالظبط في الصور الثابته او في الفيديو بتبتدي النويز تظهر بشكل ملحوظ. خلينا نتكلم عن تجربه تصوير الفيديو في الكاميرا دي شويه. الكاميرا بتصور لحد 120 فريم في الثانيه على ال HD، ولحد 60 فريم في الثانيه على الفول HD، وبتصور 24 فريم في الثانيه على ال 4K. وطبعا سواء انت بتصور HD او بتصور فول HD او بتصور 4K هيبقى عندك اوبشن ال 24 فريم في الثانية، وده اللي كانون شالته لانها مقررة ان انت مش محتاجه في الكاميرات الجديدة زي ال AOS RP، واعتقد ان كانون محتاجة تراجع نفسها شوية في الحتة دي. قبل ما تتحمس خليني اقولك ان ال 4K بالنسبة لي مش هقدر اعتمد عليه خالص في الكاميرا دي، لان هو بيعمل كروب 1.6 او 1.7 على ان السنسور اصلا كروب، فبيضيق لك المجال بتاع العدسه بتاعتك ويبقى الكادر بتاعك اضيق. ولكن مش دي مشكلتي، برضو مشكلتي ان انت بتفقد الدول بيكسل فوكس اللي هو موجود عندنا، وحاجه مهمه جدا في الكاميرا، فما تقدرش ان انت لو بتصور 4K لو الجسم اللي بتصوره اتحرك لقدام او لورا مش هيعمل له تتبع ومش هيفرق في اي حاجه. وكمان لاحظت ان في مشكله رولينج شاتر سيئه جدا لو انت بتصور 4K، هتلاقي عندك الخطوط دي بتظهر. رولينج شاتر ده مشكله معروفه في الفيديو يعني، ولكن باينه جدا في ال 4K. فانا بالنسبه لي ال 4K في الكاميرا دي مش يوزبل خالص. بالنسبه للفول اتش دي، فاداء الكاميرا في تصوير الفول اتش دي مرضي جدا بالنسبه لي. الصوره شارب، طبعا مش تبقى شارب زي ال 4K لان ال 4K هيبقى فيه تفاصيل اكتر، ولكن بالنسبه لي كافيه جدا. الالوان بتاعتها مظبوطه، ما عنديش المشكله بتاعت الرولينج شاتر. والاهم من ده كله ان الدول بيكسل بتاعك شغال، والتتبع بتاع الوش بسهوله جدا بيحصل وانت بتصور الفيديو. فلو بتفلوج بالكاميرا مثلا او حاجه مش هيبقى عندك اي مشكله في ان الكاميرا لو انت قربت او بعدت تعمل فوكس عليك. كمان جربت ان انا العب بال 120 فريم في الثانيه اللي موجودين في ال HD، لو انت بتصور 720 يعني هيبقى بيديك فيديوهات ما بتشوفهاش في العادي، تحس ان هي بطيئه كده وشكلها كويس، ولكن طبعا الكواليتي بتاعتها تبقى اقل من ال HD، وبتفقد خاصيه الاوتو فوكس تماما في الوضع ده. وكمان الكاميرا مش بتسجل صوت لو انت بتصور بيها، ولكن بتبقى حلوه لو انت عايز تلعب وتصور حاجات تتحرك بسرعه، هتاخد فيديوهات شكلها مش مألوف. اداء الكاميرا بالنسبه للتصوير الفوتوغرافي هو الاداء المتوقع من كاميرا كروب فريم، مش متضايق منها في حاجه. الفوكس سريع جدا، الصور بتاعتها شارب، الديناميك رينج بتاعها برضو هو المتوقع من الكروب فريم، ما تتوقعش يعني ديناميك رينج كبير قوي. كمان عجبني جدا المود بتاع السايلنت شوتينج، ان انت تقدر تاخد صوره مجرد ان الصوره كده هتلاقي ان في اطار ابيض بيظهر حوالين الكاميرا وهي بتصور كده، وتبقى الصوره اتاخدت من غير ما تسمع صوت شاتر، من غير تسمع اي حاجه، كومبليتلي سايلنت. ولكن الاوبشن ده مستخبي، انا لقيته موجود في المود بتاع سينز، مش موجود، ما تقدرش تلاقيه في مانيوال او ما تقدرش تلاقيه في حاجه من الحاجات دي. كمان بسبب حجم الكاميرا الصغيره فهي ممكن تنفع لتصوير الشارع، لان هي اصلا مش باينه ومش هتخوف الناس لو انت طلعت الكاميرا عشان تصور في الشارع او حاجه. من ضمن مميزات الكاميرا دي هو الفريم ريت السريع اللي تقدر تصور بيه في الصور الثابته في الفوتوغرافيا، بتصور لحد 10 فريمز في الثانيه، وده حاجه هايله جدا. صوت الشاتر لوحده اصلا وانت بتسمعه، ان انت تاخد 10 صور ورا بعض يعني مزيكا.
ولكن الفريم ريت ده بيقل لو انت عايز تصور AI سيرفو او ان انت يبقى فيه تتبع للفوكس مع الاجسام اللي انت بتصورها، فده هيوصل معاك ل 7.4 فريم بير سكند، وده يعتبر سريع جدا بالنسبه لمعظم الكاميرات. فلو انت بتصور اجسام بتتحرك بسرعه دي حاجه هتبقى مناسبه جدا في الكاميرا دي. الكاميرا فيها الفلاش اللي هو الصغير البوب اب اللي بيبقى موجود فوق الكاميرا ده، وده بتفتحه بايدك ملوش زرار ولا حاجه، وكمان فيه هوت شو تقدر ان انت توصل بيه الفلاش بتاعك. وما كانش عندي اي مشكله في ان انا اوصل الفلاش الخارجي بتاعي، وحتى استخدمت فلاشات من جودوكس وتريجر من جودوكس، ما كانش في عندي اي مشكله، وطبعا التي تي ال كان شغال تمام مع الكاميرا، وكمان الهاي سينك سبيد ما كانش فيها اي مشكله. نيجي بقى للبطاريه بتاعه الكاميرا، ودي من نقط الضعف اللي موجوده في الكاميرا دي. البطارية بتاعتها صغيرة، ممكن تلاقيها بتخلص بسرعة، بتصور معاك في الصور الثابتة لحد 230 صورة، ولكن في مود اسمه ايكو مود لما انت بتشغله ممكن تعدي 370 صورة مثلا و 380 صورة، فبتديك زي زقة كده شوية في ان انت البطارية تكمل معاك. نيجي بقى للعدسات، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي انا بعتبرها نوعا ما نقطة ضعف في الكاميرا دي. الكاميرا دي فيها ماونت مختلف عن الكاميرات الدي اس ال ار، ولكن برضو مختلف عن الفئه بتاعه الار اللي احنا شفناها، الكاميرات الميرورلس زي الار والار بي برضو الماونت بتاعها مختلف عن دي. واسطول العدسات اللي بيشتغل على الاي ماونت وده اسمه مش كتيره، ومش مفهومش حاجه مميزه قوي، وكمان العدسات سعرها غالي، فدي برضو مشكله بالنسبه لي. انا مش شايف ان انا ممكن اشتري حاجه من الاي ماونت واستخدمها مع الكاميرا دي، فانا ما استخدمتش معاها غير ال 1545 اللي جايه معاها، والرينج بتاع العدسه دي هو زي اي كيت لانس تانية، زي مثلا 1855 والحاجات اللي انت بتشوفها مع الكاميرات الانتري ليفل. ولكن الفوكس بتاعها كان كويس جدا، سريع جدا، وكمان الصور بتاعتها شارب. ولكن ممكن تستخدم الادابتر اللي هو بتشتريه منفصل، وتقدر ان انت ساعتها تستخدم العدسات بتاعه الدي اس ال ار العاديه. فتحه العدسه بتاعه العدسه دي 3.5 على اوسع حاجه، ولما بتعمل زوم لحد 45 بتقفل على 6.3، فبرضو هتبقى بتفقد اضاءه لما تعمل زوم بالعدسه دي. بالنسبه لسهوله الاستخدام، فالكاميرا دي من اسهل الكاميرات اللي انا استخدمتها في حياتي. لو انت اديت الكاميرا دي لحد ما مسكش كاميرا قبل كده هيعرف يتعامل معاها، لان كل حاجه مكتوب عليها ارشادات، كل حاجه في المنيو وانت بتقلب فيها يقول لك ده بيعمل كذا وممكن تغيره من كذا لكذا، وكمان ممكن تخش في السيتنجز تغير شكل المنيو اصلا لحاجه اسمها جايدد، اللي هو بيبقى اسهل كمان، كل حاجه لونها فاتح ومتقسمه لمنيوز اقل في العدد، فكل حاجه واضحه وما عنديش مشكله خالص في السهوله بتاعه الاستخدام. كمان في شويه فلترز كده اللي هي مثلا زي الفيش اي والحاجات دي، انا مش شايف نفسي ان انا ممكن استخدمها، ولكن لو انت جايب الكاميرا عشان تجرب فيها شويه حاجات وتبقى بتصور صور مختلفه ممكن تبقى حاجات بتضحك شويه، ففلتر زي الفيش اي ده لطيف جدا. نيجي بقى للكونكتيفيتي، وهنا الكاميرا دي كده اول انكلوسيف، كل اللي نفسك فيه موجود، ان اف سي موجود، واي فاي موجود، بلوتوث موجود، اي طريقه عايز توصل بيها الكاميرا بتاعتك بالموبايل او باللابتوب الموضوع يعتبر منتهي. كمان في ديديكيتد على الجنب اليمين بتاع الكاميرا عليه علامه واي فاي كده، ده بيدخلك في الكونكشن على طول، يعني تقدر ان انت تدوس عليه فمن غير ما تدور في المنيو ولا حاجه تبتدي تعمل اتصال مع الموبايل بتاعك، اللي بالمناسبه لو انت وصلته مره قبل كده هتلاقيه ان هو متسيف، وتقدر ان انت ترجع تعمل كونكشن بشكل اسرع المره اللي بعدها. كمان في اوبشن عجبني جدا حاجه اسمها اوتو سند، وده باختصار انت توصل الكاميرا بتاعتك بالموبايل بعد كده مش محتاج موبايلك تاني، تحطه في جيبك، كل صوره هتصورها هتتنقل اوتوماتيك على طول على الموبايل بتاعك، فبمجرد ما بتخلص السيشن بتاعت التصوير بتاعتك تلاقي ان الصور بتاعتك كلها على الجاليري جاهزه ان انت تعمل لها شيرنج بسرعه. كمان في اوبشن اسمه ستاي كونكتد، وده في البلوتوث تقدر ان انت توصل الكاميرا بالموبايل، وحتى لو طفيت الكاميرا بتفضل كونكتد، بحيث ان انت اول ما تشغلها على طول تبقى كونكتد للموبايل، ولكن ده طبعا بيقلل من عمر البطاريه. بالنسبه لسعر الكاميرا، وده كان من الاسباب اللي مخلياني اقفل من الكاميرا دي ومش عايز اعرف عنها حاجه، ان سعر الكاميرا دي لما نزلت كان 900 دولار، وده رقم انا كنت شايفه مبالغ فيه جدا بالنسبه للمواصفات الكاميرا دي بتقدمها، ومش حاجه مشجعه ان انا اروح اشتري كاميرا بماونت مختلف مع عدسات مختلفة وتبقى ب 900 دولار. ولكن بعد شهور من الإعلان عن الكاميرا دي دلوقتي سعرها النهاردة 650 دولار أو 600 دولار تقريبا، وده يعادل 10,000 جنيه أو 10,000 جنيه وحاجة بسيطة هنا في مصر، وده سعر ممتاز جدا بالنسبة للحاجات اللي بتقدمها، الكواليتي اللي بتقدمها، كل المواصفات الموجودة فيها، فبالنسبة للسعر دلوقتي حاجة هايلة جدا. فلو انت واحد لسه بتبتدي للشانل بتاعتك انت مستحيل الكاميرا دي تبقى سيئة بالنسبة لك، مستحيل ما تعرفش تعمل بيها شغل كويس. ولكن لو انت عايز تروح لحاجة اعلى، عايز تاخد تصوير 4K، فالكاميرا دي مش احسن حاجة ممكن تصور بيها. لو بتفرج على الفيديو ده على يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو بتفرج عليه على فيسبوك يا ريت تعمل لي فولو عشان توصلك الفيديوز الجديدة، استنيني فيديوهات تانية.